بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الرحمن لمعدات مزرعة الدواجن. إن شاء الله هنشرح مع حضراتكم النهاردة يعني مطلب من ضمن مطالب عملائنا الكرام على قناتنا على اليوتيوب، بإن إحنا نعمل فيديو عن كيفية تحويل مسار أو تحويل حركة شفاط من شفط إلى مروحة. طبعا في الفيديو ده باختصار ان شاء الله، احنا كنا قبل كده عملنا تحويل باستخدام سلوك، هنستخدم المرة دي مفتاح سيلكتور 3 تكة او 3 مرحلة. تمام، باختصار كده احنا طبعا يعني ده شكل افتراضي للشفاط، بيبقى عليه مسمارين، بنفك المسمارين ده. تمام، وهنيجي كده هنخلي الكوندنسر، يعني مع احترامنا لحضراتكم طبعا احنا يعني ايه بنحاول ان احنا نخاطب كل الفئات يعني، والفيديو ده مش موجه كمان للكهربائية او الناس المحترفة، احنا بنوجه الكلام للناس العادية، الناس اللي يعني ايه بيربوا في بيوتهم فراخ او هنستخدم الشفاط ده لأي غرض يعني. المهم يعني انا ان شاء الله في الفيديو ده هعكس لكم الحركة. تمام، هنعمل عكس حركة كده ببساطة جدا. اول حاجة هنوفر مفك عادة اللي هو سن رفيع. تمام، مفك تيست مفيش مشكلة اي حاجة يعني. تمام، وهنيجي ده شكل الروزيتا او تجميع السلوك. تمام، هنشتغل على الجهة دي ببساطة خالص. شايفين حضراتكم السلك ده، السلك الاصفر في اخضر ده، هفكه. تمام، وهسحب السلك كده وهنقله ليه الطرف الثاني او السوكت الثاني، هفكه كده مع حضراتكم. ما هو يعني احنا ترتيبه اهو قدام حضراتكم، كوندنسر اهو فوق وروزيتا تحت. تمام، وهاجي على الطرف الثاني 1 2 من على الشمال. تمام، واركب ده كده السلك ده كده وهنربطه كده. بعد ما ربطناه اصبح معانا كده 3 اطرافهم كده، مظبوط، الامور كده سهله ان شاء الله. هنقفل الغطاء بتاعنا، نقفل غطاء روزيتا او تجميع السلوك. تمام، احنا بنحاول ان شاء الله في الفيديو ده اختصر على حضراتكم ان شاء الله. تمام، كده جمعنا طبعا يعني ايه احنا بنستخدم الامكانيات عشان نختصر مع حضراتكم الوقت. هنستخدم هنا طبعا ايه مفك جيم. تمام، المسألة كده بسيطة خالص اهو، اصبح معايا كده خرج الشفاط 3 سلوك اهو، 3 سلوك. تمام، بشكل اساسي هو طبعا يعني عاوزين الموضوع ده يعني انا معلش معذرة مع حضراتكم، المسألة دي فيها مخاطرة. تمام، بس احنا النوعية ديت نوعية ديمي او النوعيات اللي هي المستوردة دي. تمام، بيبقى معايا الطرف الاساسي معايا في الكهرباء الازرق، اللون الازرق، والطرفين دولت اصبح كده معايا حركتين، الاسمر والاصفر ده في اخضر، ده اللي انا بغير بيهم الحركة. طيب انا في ايدي السلكتور اهو، تمام، العلامة البيضة دي لفوق اللي هي بتاعة تحديد الاتجاه يعني، بقلبه كده. تمام، وباجي على الطرف 3 و4 من تحت وبحط فيهم السلكين اللي انا هعكس بيهم الحركة، اللي هو الاسود والاخضر في اصفر. تمام كده، بعد ما ربطنا السلكين اهوت ما عملناش اي حاجة. تمام، يبقى كده احنا جمعناه اهو، العلامة البيضة فوق اهي. تمام، وده عندي السلكين لتحت في 3 و4 ايا كان، سواء كده او كده شغال معايا. كده اصبح معايا في سلك واحد بس مش متوصل. تمام، سلك واحد بس مش متوصل في المفتاح سلكتور. هاجي على سلك الكهرباء، سلك الكهرباء الخارجي اهو، سلك الكهرباء الانبوت، وهربطه في الطرف ده، هربطه كده في الطرف ده. بعد ما ربطناه وحطينا عليه البلاستر او الشكرتون العزل يعني بالشكل ده كده، يبقى وصلنا الاسمر والاخضر. تمام، في طرف 3 و4 اللي تحت، والسلك التالت بتاع الشفاط في دخول الكهرباء. تمام، طيب
هنيجي بعد كده على السلك اللي هو اللي فاضل ده، تمام، واروح جايبه على اي طرف من الاطراف دي اللي احنا ما وصلناش فيها. ايه بالمناسبه دي شكلها، تمام، هوصل فيهم السلك اللي هو اللي فاضل ده، تمام كده. اصبح كده ان احنا ايه وصلنا الطرف الثالث اللي هو او السلك اللي ما كناش وصلناه في المفتاح بالطرف اللي هو ده، تمام. يبقى اصبح ده كده الكهرباء معايا، طرف منها داخل على المفتاح وطرف احنا مش عاوزين نشرع بالطريقه اللي هي اللي تخص الناس، يعني ايه الجماعه الكهربائيه، احنا بنقول جمع ورايا اعمل زي كده، تمام. وهاجي بعد كده هعمل حاجه اسمها كوبري، او هوصل سلكين في بعض الطرفين في بعض في المفتاح، تمام. هختار هروح جاي على الطرف الثلاثة واربعة ده واعمل ما بينهم كوبري، تمام. وصلت منه طرف اهو كوبري، سلكة كده، سلكة صغيرة، ماشي، واروح جايبه على الطرف ده اللي هو طرف اربعة ده واركبه فيه، تمام يا جماعة. موضوع بسيط خالص اهو، تمام. هذا كده وصلت الاطراف الشفاط وطرف الدخل بتاع الكهرباء. تيجوا نجرب مع حضراتكم ده كده طرفي الكهرباء اهوت، هنحطهم في الفيش، تمام كده. الشفاط في وضع فصل، ليه؟ لان ده ثلاثة طرف او ثلاثة تكة، تمام. تعالى كده شو مفتاح اهوت معايا، ثلاثة طرف او ثلاثة تكة، ماشي. هنجيبه على الوضع اليمين، ادى معايا حركة، تمام. طيب هنروح مرجعينه تاني. كده بقى في اتجاه عقارب الساعة تاني. اي استفسار سيبوه في التعليقات. نشكر حضراتكم، حابين ان احنا نوصل لكم الشفاط ده بيكون متوصل عليه مفتاح السلكتور جاهز، مفيش اي مشكلة. عندك شفاط ومحتاج ان انت تستعمل مفتاح السلكتور ده، متاح ان شاء الله، ممكن نشحنه لك. نشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.